سلامات. علمني كورونا أعرف أكتر قيمة اللي بحبهم وقلن هلأ مش بعدين قدي بحبهم. علمني ما خبي مشاعري أو إكبتها مكابر ولا أترفع عن إحساسي. علمني كورونا أنه كل شي بيسقط قدام سقوط إنسان بتحبه، وكل شي بيرخص قدام أنين موجوع ما قادر تعمله شي. علمني كورونا أنه البيت والسيارة والسفرة والسفرة صغار قدام نفس مقطوع، وأنه النجم الحقيقي مش بس الفنان، النجم هو اللي بينقذ حياة إنسان، طبيب أو باحث أو لقاح. علمني كورونا أنه السعادة هي الأكسجين الرباني، مش مكنة أو أنبوب بضخ فينا الحياة بالقوة، وأنه الحياة صحتك وصحة اللي بتحبهم. علمني كتير كورونا بعد ما علم بجسمي وبروحي، مثل ما علم بكتار منكن بعد أوجاع وخسارات لأرواح عزيزة. وإذا ما تعلمنا من كورونا ما في شي رح يعلمنا. قولوا الله. الحديث معه سالم، لكن ما بعرف قديه مسالم، وقصته مش وحدة إنما أخبار ما بتخلص. رح نجرب نسمع منه شي للمرة الأولى، عالله انجح. أهلا وسهلا، خليك مرتاح. سلام كورونا، كيفك أستاذ سالم؟ الله يسلمي. يعني كما في لبنان في سوريا، مش بس محلل سياسي إنما نجم تلفزيوني، ستار بعالم التحليل السياسي. اليوم بدي أجرب الليلة أسمع منك شيء ما نسمع. شو قصتك؟ كيف وصلت لهون؟ قولي طلي معك بعد هالسنين محرزة. أنه أنت كان متشرف. كان شرف أنه وجهك كان دايما خير علي. تسلم. والإنسان بعيش محطات، لأنه قصته منا قصة واحدة، هي قصص. رح أجرب الليلة قد ما بقدر. إن شاء الله تكون هالحلقة هيك محطة بقصة حياتنا. يا رب. جاهزين. كيف صار سالم زهران نجم في التحليل السياسي؟ ما بعرف، يمكن حضرتك قلتي بلبنان وسوريا، أنا الحرب السورية بعترف على الملأ هي يمكن السبب الأساسي بإشعال هذا الفتيل. والقصة رح أقولها مثل ما هي. أنا كنت بإذاعة صوت الحرية وبتذكري مدير برامج. صحيح. وبعدين مدير عام. زميلنا بفرانس 24 فرنسا 24 منتج بيتصل فيي، وسيم الزهيري، بيقول لي بدي ضيف بأول أول أول الربيع العربي عم ببلش يكون قريب من وجهة نظر معمر القذافي وليبيا والجو. بوقت اتصلت ورح سميه سامحني بالعميد مصطفى حمدان. نعم. واتفقوا سواء انه يكون هو ضيف. الحلقه الساعه 9:30 العميد جد على شيء، بعث له لوسيم انا مش قادر اكون بالحلقه. اتصل فيي وسيم وقال لي اخترب بيتي، يعني انه في هوا وبتعرف مش سهل لاقي ضيف، ليش ما بتكون انت ضيف؟ وانا بعرفك انه انت بالسياسه يعني اخطر منهم كلهم. بوقتك انا كنت بالسفير بصوت وصوره بجريده السفير، وكنت بمعاهد ابن سينا بعدد من المهنيات والأكاديميات عم درس علم النفس التربوي، يعني بغير مطرح، لأنه دراستك علم نفس. وكنت بإذاعة صوت الحرية، قلت له أنا يعني بغير جو، أنا مسيس بس مش مقرر أني أشتغل هاي المساحة على الهواء. قال لي سالم اطلع وأنت حتكون غير كل الضيوف. قلت له ما في دافع عن معمر القذافي كمعمر القذافي، فين يكون ضد الربيع العربي، فكانت مسؤولية أنك عم تمشي بين النقاط. أنت كنت ضد الربيع العربي؟ إيه أكيد. أنا من أول لحظة، ويمكن هيدي اذا بدك اللي عملتني اليوم، قلت هيدا الربيع العربي اللي مبسوطين فيه راح يدمر وراح يكسر الاوطان العربيه وراح نرجع نبلش من اول وجديد، مع فرق انه حتكون كسرنا بلادنا. وهي كانت العلامه الفارقه الجديه والحقيقيه. طلعت بالحلقه وبالصدفه هالحلقه حضرها الرئيس بشار الاسد.
وسأل عني وقالوا له إنه ما بنعرفه، يعني شاب لبناني ما بنعرفه. وهيك مشيت حلقة ورا حلقة، تورطنا، تركنا الجريدة، بعدين تركنا التعليم، بعدين تركنا الإذاعة وعلقنا. حلوة هالعلقة. إيه؟ حلوة هالعلقة. أنا قصتي كيف طلعت بالتحليل السياسي هي قصة صدفة، مش قرار أبدا. حلوة بالعكس. كانت صدفة حلوة. ايه صدفة حلوة بس كمان متعبة، يعني اذا بدك انك تكون عم بتدرس وعامل مدير بإذاعة وبتكتب مقالك على رواق، شهرة اقل، ضوء اقل، بس راحة بال اكثر. اليوم بعالم التحليل السياسي انت ماشي على الحافة بين الاعلام وبين السياسة، اذا وقعتي على شمال طبيتي اكلوك التماسيح، واذا وقعتي على اليمين طبيتي اكلوك الذياب، فبين الذياب والتماسيح عم تمشي على الحفة على القد. ذكرت التماسيح والذياب، إعلاميين وسياسيين. إيه طبعا. مين التماسيح ومين الذياب؟ هن الإعلاميين والتماسيح هن السياسيين. التمساح إذا قرشك بياكلك بيعورك، الذيب بخوفك. بس الإعلامي مش بخدمة السياسي وبيجرحك. معظم الإعلاميين أو بالعكس، اليوم ببلادنا الإعلامي بيتقدم على السياسي، يعني ما تواخذيني بهالكلمة، إذا مدير عام أي وزارة بلبنان أو بسوريا اتصل فيه نائب أو عضو مجلس الشعب واتصل فيه إعلامي درجة أولى، برأيك مين بيلبي أكثر؟ اليوم النائب صار درجة رابعة وخامسة وسادسة، اليوم في ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صاروا بيتقدموا على النواب وعلى بعض الوزراء. سالم، في تحليل سياسي؟ بعالمنا العربي في تحليل سياسي أم في معلومات وناس بتخدم جهات من خلال معلومات ومصادر بتزودها بهالمعلومات بتطلع بصفة محللين سياسيين وبكبوها على كمية المعلومات أنا عم بوجهها لإلك نوع من تهم. بالعكس، أول شيء الصحفي اللي عنده معلومة هو الصحفي الصح. صحفي بلا معلومة في يكتب شعر نثر، مش ضروري يطلع يحلل سياسي. أوكي. لأنه التحليل السياسي شرطه ينطلق من معلومة صحيحة، لأنه في ناس عندهم كمية من المعلومات المغلوطة ويكون عنده القدرة على الربط وعلى التحليل، وبتتفاجأ بالناس بيقولوا لك أنه مثلا أنا بارح حدا ذكرني بالشارع قال لي أنت قلت الانتخابات الماضية بسوريا من 7 سنين بال 2014 أنه بال 2021 رح ينتخب رئيس الأسد بدوما، ليك كيف؟ وشو كان؟ يعني كانت قراءة تحليل. شو كان؟ لا، كانت قراءة للواقع، انه هذا الواقع بيقول هيك. وهلا بعد 7 سنين وهلا بقول لك الانتخابات اللي جاية المنطق بيقول انه الرئيس للأسف بده ينتخب يا بالحسكة يا بإدلب. برجع للمقابلة الصدفة اللي لفتت نظر سيادة الرئيس بشار الأسد، هل طلب يشوفك وقتها؟ لا، بعدين اجى موضوع الزيارة، يعني بعد تراكمات حلقة ورا حلقة سأل بوقتها، وأحد الأشخاص السوريين اتصل بالرئيس لحود قال له مين هالشاب سالم زهران، وهيك طلعت أول مشوار على الشام كإعلامي بأول حلقة، وبعدين بتصير الأمور أول لقاء مع الرئيس بشار الأسد كيف كان؟ شو قلت له؟ شو قال لك؟ بصراحة أول لقاء بذكر عشية، يعني كان موعد الصبح، عشية بتسقط تدمر دغري، ضبيت اغراضي وجرافاتي وتيابي وقلت اكيد اللقاء راح. فبتلقى اتصال من المراسم بيقولوا لي بكره اللقاء طبيعي. فاعتقدت للحظه قعدت اتذكر انه انا حاكي مع حدا، طب انا ما حكيت مع حدا، يعني بيني وبين حالي كانت الفكره. ضحكت وابتسمت، وتاني يوم الصبح طلعت وشفت السيد الرئيس هو عم يستقبلني برا على الباب، وهيدي أول علامة سحر إنه رئيس جمهورية بقلب الحرب بقلب هالظروف الصعبة عنده من القدرة والتواضع إنه يستقبلني أنا الشاب يلي لا وراي حزب ولا وراي طائفة ولا وراي عسكر ولا وراي مليارات. شو قال لك وقتها؟ أول جملة قال لك؟ قال لي نحن نحترم فيك أمرين، ما بعرف إذا لي حق أقولهم بس رح أقولهم. الأمر الأول هو صدقك، والأمر الثاني إنه وقت سوريا كانت عم تنزل تعرفنا عليك، الوقت اللي في كتار وقت كانت سوريا طلوع كانوا هون وأثرت فيه. شو جاوبته؟ تذكر؟ جاوبته بذكر، قلت له أنا اللي بشكرك لأنه لو ما حضرتك صمدت كنت أنا بشي قفص من هول القفاص يلي داعش عم بتحط فيهم الناس، لأنه أنا ما إلي مطرح مع داعش،
قلت له انا بشكرك انه انت خط الدفاع الاول عن لبنان قبل ما يكون عن سوريا، لانه يوم اللي بتسقط دمشق بعتقد قصتنا قصه وقت بتصير ليوصلوا لبيروت. وهيك كانت. كم مره التقيت فيه؟ شوفي ما يعني تذكرون؟ ولا مره تخيلت اني رح احكي هول التفاصيل، بس رح خبي شوي لإلي وبدك خبي شوي خبرنا كثير فبنخبر هيك اللي لازم نخبرهم، بس في اقول لك انه التواصل هو تواصل دائم. خبرنا شيء ما بنعرفه عن شخصية الرئيس بشار الأسد. أكثر شخص بالعالم متواضع وبيعرف التفاصيل، الرئيس الأسد نحات، يعني تفصيل التفصيل بيعرفه. ومتواضع لدرجة عقلك ما بتصدقها. يعني اللي تشوفه اللي بيطلعوا لعنده بيعرفوا انه بيستقبل على الدرج وبيوصل على الدرج. وهيدي حتى يمكن الناس العادية ما بيعملوها، بيعملها. الرئيس الأسد إذا بدي أختصره بقول كتلة من التواضع والوفاء. كتلة كتلة، مجبول فيهم. سالم زهران، أول زيارة إلك على سوريا، قد إيه كان عمرك؟ أول زيارة هيك إلها قصة بدي إلها قصتين هني. أنا وقت اللي خبرنا الأحلى لا في قصة، لأنه هيك رح أرجع فوت على الثاني، لأنه قلتي أول زيارة. أنا والدتي ولدت مرتين والمرتين روحت فيهم، يعني حبلت ومرتين روحت فيهم. فبي وقت اللي خلقت ثالث مرة قال رح أتركه بلا اسم أسبوع، لهيك مأخر بالهوية أسبوع. إذا الله سلمه بيكون سالم، وإذا الله أخده بيروح حد إخواته. فبقيت 7 أيام بلا اسم. بالسابع الله سلمني، قامت ماما ندرتني ندر للست زينب. وطلعت للست زينب أول مرة رضيع، فلهيك ما يعني ما بذكرها هالمرة لأنه كنت رضيع فيها. أنا من شوي قلت الحوار معه ما بعرف إذا حيكون سالم أو مسالم. فهيك صار. هلا الزيارة الأولى الجدية هي شيء كل ما بذكره بضحك، وكل ما قطعت بسوق الحميدية لهلا بذكر هالزيارة كأنها اليوم. كنت تقريبا بعمر ال 11 سنة، يعني بعمر ابني علي. بذكر وقت لقيت أسوار الذهب، أنا كنت معلق بتاتا الله يرحمها كثير. قلت لها تاتا أسوار الذهب، قالت لي هيدي الأسوار كثير غالية، بكره الجمعة الجاي بدي اخذك معي على سوريا وبتشتري كل شيء على بالك وبنبيع ليرة الذهب وبنرجع. رحت اشتريت كل شيء بيخطر على بالي، كتاب فوتبول، شوز، من سوريا من سوريا، اشتريت كل شيء بيخطر على بالي، كل شيء بيخطر على بالي. اخر شيء تيتا رحنا عند الذهب، طلعت مصبوغه بمية الذهب ومش ذهب. فشعرت يعني هيك بالحسره انه انا خليتها تدفع بالوقت اللي انا كنت اكثر من قيمه الضرب. ما هون الضرب انه بعد سنين سنين كتار عرفت انه تيتا كانت بتعرف انه هي مش ذهب، ولهيك تركتها للاخر لتتركني اشتري اللي بدي اياه. ما تحرمك من شيء. فهي الصوره كانت اول درس الي كيف الواحد يكون كريم مع اولاده. انت طلعت كريم مع اولادك؟ هيدا اول درس بالكرم، واللي بيعرفوني بيعرفوا انه انا يعني اللقمه اللي بتمي مثل كل باي يمكن اكثر شوي، هي بتم اولادي اذا عبلوا. كم ولد عندك؟ عندي علي وطه. الله يخليك. عندي علي وطه. ليه زوجتك ما بنشوفها بالاعلام؟ والله بتعرفي يعني مثل زوجات المشاهير اصحابك، يعني انت بعالم الفنانين والمشاهير كل واحد له طبعه. يعني حتى اولادي، عندي ولدين، طه بيحب الضوء وصور فيديو كليب مع نادر الأتات، ودغري اذا بيشوف كاميرا بيعمل بوز. علي ما فيك تصوريه الا سرقه، يعني بيتخبى، يعني اذا انا شايفني عم صوره بيطب. كل واحد له طبعه. زوجتك انت فأم علي وعلي نفس العقليه، يعني بيحبوا العتمه. مش انت اللي بتخبيها؟ لا لا ابدا، هن بيحبوا العتمه. لو قررت تكون تحت الضوء عندك كانت رح تكون يعني ما عندك مشكله؟ لا اكيد لا. وانا وطه بنحب الضوء، يعني حتى اذا بدك نفسيا وشخصيا الاولاد هيك، يعني طبعهم هيك وهيك مقسمين وهيك سلوكهم كمان. علي او مين اللي كان عنده كمان هيك زياره على سوريا وله تجربه؟ علي. فعلي اول مره طلعنا على سوريا انا كنت مش عاطيه ولا درس بالسياسه، لانه تارك الطبيعه تعلمه وهو يكتشف الحقيقه لوحده. فاول زياره طلعنا فيها على سوريا قطعنا الحدود، فتحت له الشباك تركته يتفرج، وكفينا عند الدكتور بثينة شعبان بالقصر الجمهوري. قال لي يا تيتا انه كيف لبنان وسوريا بلدين ونفس الهواء ونفس الطقس ونفس الشجر.
علي. قالت لي سالم من وين جايبهم هول؟ قلت لها والله انا فتحت له الشباك وتركته هو يشوف. وبقيت تخبرها الدكتوره بثينة وخبرتها لكتار، كل ما تشوف حدا تقول لهم انه علي ابن سالم، قال لي يا تيتا هيك هيك هيك. هيدا المنطق اللي حكى فيه علي بيرفضوا كثير من اللبنانيين، جزء كثير كبير من اللبنانيين. شوف بيرفضوا، احنا بلدين منفصلين، الجغرافيا اقوى من التاريخ، لانه التاريخ بيتغير بس الجغرافيا ما فيك تغيريها. نحن قدرنا انه عندنا فلسطين المحتله من اسرائيل والبحر وسوريا، حبينا او كرهنا. يعني الرئيس الاسد بيروح وبيرجع، والرئيس عون بيروح وبيرجع، لكن هي الحقيقه الجغرافيه رح تبقى هي ذاتها. جبران خليل جبران يلي كلنا بنتغنى فيه كان مؤسس حزب مسماه حزب نجمة سوريا، لانه كان مؤمن انه لبنان وسوريا هن جزء من سوريا الطبيعيه، بلاد الشام. اجى سايكس بيكو قسم هالبلاد وسمى هون لبنان وهون سوريا وهون فلسطين، بس ليبرر لليهود يعملوا دوله فلسطين المحتله. انا بتعاطى معهم انه بلدان بنظامين، لكن روحيا ما حدا في يسلخهم، مستحيل. بس جزء من اللبنانيين بيعتبروهم بلدين بنظامين، وجزء من اللبنانيين بيعتبروا خرابنا خراب لبنان هو من سوريا. لا وشوفي انا لا بقول لا مش هيك، بقول في شقفه من اللبنانيين بدهم سوريا مثلهم، وفي شقفه من اللبنانيين بدهم سوريا مثلهم هن. يعني بلبنان في 8 و14 اذار هيك لبسطها بالعريض. الثمانيه بدهم سوريا الاسد، وال14 بدهم سوريا ابو بكر البغدادي والجولاني. والدليل انه اعلام المعارضه السوريه بذروه بين هلالين الثوره السوريه كانت تنرفع من قبل 14 اذار، وكان ينزلوا يعملوا اعتصامات هن وياهم ويتزاروا هن وياهم، ويحطوا فولار مذكره مش هيك، يحطوا فولار ويلبسوا بلاكات الى اعلام سوريا بين هلالين الثوره. الفرق اللي صار انه ربح الرئيس الاسد. يعني تخيلي لو ربح الثاني، كوني اكيد كانوا هن هلا عم يطلعوا على الشام وانا كنت محروم منها. لا هالقد ما بقى نكذب على بعضنا، انا معود اكون صريح ومباشر. الكره هو اقصى انواع الحب. ليه؟ مين بيكرهك؟ مين بيفكر فيك؟ مين بيراقبك؟ هو او اللي بحبك كثير او اللي بيكرهك كثير، واثنيناتهم مثل بعضهم الاهتمام. اذا هو اللي هن عم بيقولوا لك لا نحن وسوريا مش دوله واحده، كوني اكيد لو ربحت الثوره بسوريا وبين هذين الثوره كانوا رح يطلبوا بتوحيد لبنان وسوريا مع بعضهم، لانه كان ضد النظام مش ضد الدوله. سالم زهران دارس علم نفس، قديه ساعدك هالشيء بعلاقاتك مع، قديه بتستخدمه بعلاقاتك مع السياسيين باستحواذك على ثقتهم على محبتهم ليفضفضوا لك يمكن ليعطوك معلومات؟ فرويد اخترع اهم شيء بعلم النفس هو اللاوعي، الانكونشس. انا بعتقد بطريقه لاواعيه بستخدم هي التقنيه، بس انا ما بقصد استخدمهم، خلص يعني جزء من شخصيتي، بس انا عندي القدره استبطن انتروسبكشن، يعني اني من السؤال ركب سؤال ثاني. كتار بيسالوا سالم من اين لك هذا؟ هذا بالفكر ولا هذا بالمال ولا لا هذا بالنفس؟ لا شوف سالم زهران بيمشي مع مواكبة مع مرافقة مرتاح ماديا، هل التحليل السياسي هالقد بطعمي خبز؟ البشر نوعين. نوع إذا معه 100 دولار مثل ديانا وهبي بحسسك إنه معه مليون دولار، ونوع إذا معه مليون دولار بحسك انه هو معه 100 دولار. بس ليعرفوا المشاهدين من ديانا وهبه، ديانا وهبه هي كل الاعداد بشو هي اشطر حدا هي كل القصه بشو القصه. فانا من النوع كمان اللي بيعرفوني بيعرفوا حكي، في يكون جاي لعندك وفي بجيبتي 1000 ليره وتحسي كانه الشخص اللي قدامك معه مليار دولار. وهي جزء من تركيبتي، ويمكن تيتا الله يرحمها اخذتها منها اللي خبرتك عنها وعن اسواره الذهب. تيتا هيك كانت شخصيتها، تيتا كانت تصرف تبعزق ما بعرف كيف. يعني انت عم تصرف شيء اكثر من طاقتك او هو فعلا أنا هذا الشيء؟ ما بطلب لهيك بيفكروا انه هيدا معه كثير، انا ما بطلب. ما فيك ما تطلب، ما بدني انتبه، ما بدني نفسي وبصرف مطرح ما انا لازم اصرف. يعني انا تتلقى هدايا؟ شوفي اللي بيشتغل بهذا الشان العام بده يهدي وينهدى غصب عنه، بس انا اقل واحد بيهدي واقل واحد بنهدى، وعامل سيستم. يعني هلا اذا بطلع انا وياكي على السياره بنفتح الصندوق تلاقي معي ثلاث اربع انواع من الهدايا، بقول اذا تعرضت لكمين وحدا نولني هديه بطلع على السياره بفتح
بناوله هديه. شو في؟ خبرني بالسياره. بتلاقي جرافيتات، بتلاقي بيرفيوم، بتلاقي كتب، دائما في كتب. يعني حسب الشخص ومين. بدي ارجع على يعني جربت تهرب بطريقه كثير ذكيه ودبلوماسيه من سؤال مباشر. سالم اكيد يعني قصه الكرم والانسان يحس حاله انه هو اغنى انسان حتى لو كان ما معه هالقد فلوس، ولكن الواقع اليوم بيقول وكثير ناس بتسال انه سالم زهران مرتاح على وضعه، طب او بيقبض ليزت هالمعلومه؟ لا الجواب انا عملت شغل. اعطيني جواب هيك جواب مباشر. جاوبني. لا شيء بتجاوبه لاول مره. انا عملت شغلين، الشغل الاول ارتكاز نيوز.com، واليوم مصر في عدد من الناس اللي الله عطيهم وعندهم مصالح اقتصاديه وماليه بيجي بيقول حط هالاعلان بهالويب سايت، وهذا بيكون مدخل. انا بعرف هيدا طلع مصاري الويب سايت. انا بعرف هيدا اللي بدي اقوله، انا بعرف هيدا الاعلان هو قاصد يدعم سالم اكثر ما قاصد يوصل دعايته. يمكن قاصد. انا الفيسبوك هلا فرجيكي رسائل كل يوم بيوصلني انه حط لنا اعلان ب $2000 ب $2500 $3000. ما بحط عندي، لانه بقول هيدا الاعلان انا ما بعرفه شو هو، يمكن بكره يطلع علينا الشركه الاسرائيليه. ولا مره قبلت، بالرغم حتى اليوتيوب انه بيعرض مصاري مش عم بياخذهم حتى ما الزم حالي. من جهات سياسيه من دول. لا هي مش هيك، هي الناس ما هيك بيفكروا. يعني اللي بيصير الجهات السياسيه بتاخذ ما بتعطي، بس بيجي افترضنا صاحب معرض قريب لهيدا المحور عم بيشوف هيدا الشاب عم بيقاتل، بيقول لك بلا ما احط هالاعلان بموقع لحدا ب 14 اذار، بيجي بحطه بموقع على 8 اذار، بيكون عمل 2 بواحد وصل اعلانه واثنين خدم هيدا الشخص. يعني هي خدمه مقابل خدمه. صح. الشغل الثاني اللي يمكن انت بتعرفي جزء منه، نحن اشتغلنا عدد كبير من الدورات التدريبيه ومن وقت كثير بكير، من حوالي 10 سنين بالمركز. ايه كانت قبل الوضع احسن لانه الناس ما عاد تدفع اكثر، هلا خفت، بس هلا صرنا عم نروح ندور عن نوع، يعني بندور اذا في مجموعه عربيه مش لبنانيه، عراقيه او غير عراقيه، بنروح نشتغل نحن وياهم. رحنا على هذا المطرح. ثلاثه يمكن الناس ما بيعرفوا انه في جزء من التوك شو هو مدفوع. يعني اليوم الميادين، البي بي سي، المحطات الاخباريه الكبيرة الاجنبيه بتدفع، بتدفع على الاطلاله. وما توخذيني بالكلمة، هيدي نص ساعة على الإطلالة على محطة أجنبية أو عربية يمكن تطلع قد معاش موظف بالشهر، خصوصا بهالظروف. صح. يعني لأنه باختصار فريش ماني. أنا عندي 3 مصادر للرزق: الويب سايت، شغل خاص ما له علاقة بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد. ما مشكلتي إذا بقولوا وين هيدا الشغل، إنه هو برات لبنان، يعني يمكن بكرة بعد بكرة يطبوا علي. ما تقول وين، قلنا شو هو، يعني لأعرف أنا شو اهتماماتك. خبرك تحت الهواء لأنه الشغل. يعني معقولة مثلا تياب مثلا؟ لا لا لا، شيء له علاقة بمسح الأراضي وأكثر من هيك ما راح أحكي إلا تحت الهواء، لأنه إذا بخبرك زيادة تفصيل بكره حدا بيروح عند هذا الشاب اللي نحن وياه اشراكي بيفقعوا على العقوبات، لانه للاسف شفت مصدر جيد للرزق؟ جيد جدا. انت اليوم مرتاح ماديا؟ انا رح ارجع عيد، انا من الناس يلي بحسسك اكثر مما انا معي، لانه انا طبعي هيك. ولكن الحقيقه مرتاح ماديا؟ الحقيقه انا مرتاح ماديا نسبيا، ايه، لانه انا حاجاتي محدوده. يعني أنا حاجاتي محدودة وعائلتي محدودة، بسيطة حاجاتك بالحياة. ايه طبعا، وتعودت على الحياة العادية، يعني ومعود عائلتي على الحياة العادية. يعني سيارات، بذخ، سفر. لا لا, لا, لا معود حالي على الحياة العادية الطبيعية. وبتتكيف مع ظروف. الذكاء هو إنك تتكيف مع ظروف. أنا بتكيف مع ظروف بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها بلبنان وبسوريا. أنا بتكيف مع ظروفي لأنه أنا طلعت من تحت الأرض. يعني أنا اشتغلت عمري 10 سنين. خبرني، أنت من عائلة فقيرة؟ أنا من عائلة متواضعة مادياً. كان عمري 10 سنين، كان بيي معلق بين الحياة والموت، وصار معه مرض بمعدته دقيق، والطبيب اللي عمل العملية كمان الله يمكن توفى صار بدني الحق، كمان عمل خطأ طبي معهم. وقفت على الباب إنه خلص، يعني ما بقى فيه كف علمي، سجلي عندك. اشتغلت بوزة عبي كورنيه وبيع، اشتغلت بمحل سوبر ماركت وصل اكياس على السيارات واشطف الارض ونظف ومسح. اشتغلت بمعمل ازاز على درجه حراره 400، دوامي من 3 بعد الظهر ل 7 الصبح و7 الصبح بطلع على الثانويه. فقطعت بكل شيء بيخطر على بالك صعب. اشتغلت نجار، اشتغلت كل شيء بيخطر على بالك. وقت اللي بابا صلح وضعه الصحي ووقف على اجريه
بقيت كملت كانه ما يعني كانه ما صح تكيف مع خلص تعودت اتكل على حالي انا يعني. وهلا بيجي بقول اوقات ابني مغنجه، ابني عمره 12 سنه، جزء من هالغنج لانه انا انحرمت منه عم تعود له. انا تعويض خلقت رجال يعني، انا ما عشت هيدي الطفوله اللي بيعيشوها الاولاد. شي مره نمت بلا عشاء؟ شي ليله؟ اوه نمت كثير بلا عشاء، بس كان ربنا عاطيني نعمه، كان ربنا عاطيني نعمه انه في اتخيل اي اكله تشبع واستمتع كاني اكلتها. وقت اللي اشتغلت بمعمل الازاز ومعمل كبايات، هلا يمكن عم بيسمعوني ناس اشتغلوا معي او كانوا مسؤولين عني، كنت وقت اللي الجوع كفي غمض عيوني هيك واشبع وحس حالي انه تقلت. هالقد الطفوله كانت قاسيه بس ما قستك؟ لا بالعكس، بقي في الانسان لاني حفظت عليه، حفظت على هيدي القيم الروحيه الموجوده جواتي. اعطيني أسوأ موقف ببكيك هلا لما تتذكروا من الطفوله. اف في كثير. لا مثلا انا بذكر مره كان في حدا سائل كان معنا بالصف، كنت انا عم بشتغل بسوبر ماركت تنقل اغراض، ايه فهيك كان عم بيضحك علي انا وعم زق له الاغراض لبيو. هلا بضحك لانه هو وين وانا وين يعني، ما بحب اشمت، بس هو صار يعني وين صار؟ بدور على شغل وبيساعدوه الناس. شو اكثر شيء انحرمت منه بالطفوله بعده لليوم حسره بقلبك سالم؟ قلت لك رابع، انا عمري 11 سنه كنت اشتغل ووقف على اجري 12 13 ساعه، بس نفسي كانت شبعانه، وهذا الفرق وهذا الفرق يعني. بصراحه هلا على كبر اجت كورونا، قبل كورونا انا اسبوعيا بحضر سينما، لانه انا وصغير كان على بالي احضر سينما، ما كان عندي امكانيات وعودت اولادي عليها والحمد لله اثنين وطالعين مثلي. فهيدي من القصص اللي انحرمت منها وعم بتعوض وبتعوضها بطريقه بلا ما تنتبه. مصرياتك محجوزين بالبنك ولا هربتهم قبل؟ انا كنت مديون للبنك، اخذ بيتي على الاسكان واخذ قرض ثاني. معقول؟ هذا الاوراق موجودين اذا بتحبي. فلاني كنت مديون زبطت معي يعني. يعني ربحت انت من اللي ما اكلهم حقهم البنك؟ لا من اللي ما استغفلوا البنك؟ لا لانه الدين اللي علي اكبر بكثير من اللي لإلي. كنت اكثر حدا او اول حدا سالم زهران حكي عن الودائع السوريه بالمصارف اللبنانيه. معلوماتك عم يحضرونا هلا عدد كبير من الاصدقاء، كنت اقول لهم بالمطاعم روحوا اسحبوا مصرياتكم من لبنان 2016 2017 سوريين رح تاكلوا الضرب. وكنت اقول حتى للبنانيه اسحبوا مصرياتكم رح تاكلوا الضرب، ولهيك تدينت ما حطيت اذا بدك يعني. ما كانوا عم بيصدقوا لانه كانوا مبسوطين بالفايده. قد ايه حجم الودائع السوريه بالمصارف اللبنانيه؟ هي في مشكله انه في السوريين اللي معهم جنسيه لبنانيه. السوريين بلبنان تقريبا الثلث، يعني اذا عم نحكي عن 118 مليار السوريين حوالي 38 ل 40 مليار. والسوريين بس هول السوريين كلهم، السوريين اللي ما معهم جنسيه في ارقام بتقول يعني نصهم معهم جنسيه ونصهم لا، انه في حوالي 20 مليار لسوريين ما معهم جنسيه، وفي 20 مليار لسوريين معهم جنسيه واقامه بلس اقامه. اليوم الليره اللبنانيه عم تنهار، ليرة السورية عم تنهار، شو ليه في ربط بيناتهم؟ ما هي هون انه انت هول الودائع للبنانيه والسوريين حطيتهم بهالقطاع المصرفي، وانا مقتنع انه المصارف نصابين وحراميه وسرقين اوكي، بس كمان في قرار دولي انه يسكروا هالحنفيه. وكنا دائما نستعمل تشبيه انه مثل النسكافيه اثنين بواحد، وقت سكروا حنفيه المصارف هيك بتفهم العقوبات على جمال تراست بانك، هيك بتفهم المقالات اللي كانت عم تطلع انه هذا القطاع المصرفي مهيمن عليه حزب الله ولا تبييض الاموال. سكروا الحنفيه، طارت الليره بلبنان وبسوريا. بسوريا من حوالي 400 لل 4000، وبلبنان كانت بوقتها تقريبا شيء حد ال 2000 وطارت وصلت لل 15000. انا مقتنع انه اللعب بالعمله بلبنان وبسوريا جزء منه له علاقه بالفساد والهدر وسوء الاداره، لكن جزء الاساسي له علاقه بالعقوبات وبالقرار الامريكي لمحاربه لبنان وسوريا. واكتشفوا انه لبنان والنظام المصرفي هي الرئه اللي عم تتنفس منها سوريا، ضربوا الرئه، ضربونا نحن وسوريا ضربه واحده. لو سالم زهران معه بجيبته بهالجيبه مبلغ بالليره السوريه وبهالجيبه مبلغ بالليره اللبنانيه، بده يحولهم لدولار، اي ليره بحولها لدولار؟
رح كون هيك مباشر بالجواب. الليرة السورية فيها تنزل على 3000، يعني 3000 ليرة مقابل الدولار. بلبنان تحت 7-8 ما بقى نحلم، فبعتقد الليرة السورية رح يكون وضعها أحسن. معقول؟ كمان يسجليها. سجلها؟ ايه. هالقد وضع اللبناني سيء؟ للأسف، نحن طريقنا طويل طويل كتير كتير طويل. كم سنة؟ والسوريين بحلوا مشكلتهم قبلنا. قبل بقد ايه؟ قبلنا بكتير يعني. طب إذا مرتبطين ببعض كيف بدو يكون؟ لأنه السوريين الفرق بيناتهم، سوريا 28 مليون نسمة، لبنان 4-5 مليون نسمة. بسوريا إذا كبيتي 10 مليار دولار بتعيش سوريا لقدام 5 سنين. بلبنان إذا كبيتي 10 دولار بيخلصوا بخمس شهور. ليش؟ بسوريا عنده المعمل وعنده المصنع وعنده الإيد العاملة اللي بتشتغل بالزراعة وبالصناعة وبالبناء وباللي بدك إياه. بلبنان بنستورد كنا قبل الأزمة ب 21 يعني. مليار دولار. يعني ما توخذيني بالكلمة، كل شيء عم بتشوفيه مستورد، هو إنتاج برا. بينما بسوريا كل شيء بتشوفيه هو إنتاج سوريا، بس المواد الأولية من برا. يعني السوريين ب 10 مليار دولار بيجيبوا مواد أولية بيعملوا من هال 10 100. اللبنانيين ب 10 مليار دولار بيجيبوا سيارات وتليفونات وضيافة وأكل وشرب ودواء وبيخلصوا. بس هيدي مش الحق على اللبناني نفسه، هيدي الحق النظام. على النظام على هوية الاقتصادي البلد. اللي عمل من هالاقتصاد اقتصاد ريعي، عمل البلد انه هيدا البلد كازينو كبير بيجوا الناس بيصرفوا فيه مصاري. بس هالقد قد ايه بدنا لنرجع نبني هيك وطن حقيقي دولة؟ بدنا صدمة كبيرة أكبر من اللي نحن فيها بعد؟ أكيد. ونروح نجيب خطة ماكنزي اللي انعملت وكبيناها من 4-5 سنين، نعمل لها هيك ابديت ومنفوتها ومنشتغل عليها، ويبلش ما رح يخلص البلد ليبلش لبنان يشتغل بالعمار وبالكهرباء وبالزباله. وعم بحكي عن قصص انا اشتغلتها يعني وماني مستحي فيها. بس يبطل لبناني يستحي يشتغل كل شيء تنحل مشكلتنا. النازحين السوريين ملف يعني، هيدا الملف الحساس اللي صاروا لاجئين، لوين رايح هيدا؟ شوفي، السوريين بلبنان 3 أقسام. في قسم موجود قبل الأزمة، يعني قبل الأزمة تقريبا حوالي 100,000 عامل، بعدنا عم نحكي عنهم، هن ونسوانهم وولادهم بيطلعوا حوالي 500,000. يعني إذا الواحد ضرب 5 عم نحكي عن 500,000. هول كانوا وبعدهم ورح يبقوا إلى أن يقرر اللبناني أن يكون فلاحا ومزارعا وبناء، وهيدا مش مبين عن قريب. في حوالي 100,000 هول الجيزات المشتركة السورية اللبنانية اللي موجودين بين لبنان وسوريا، وهون رح يبقوا. وعندك العدد الكبير هو عدد النازحين. أنا تقديري أول يوم ببلش إعادة إعمار بسوريا رح يطلعوا على سوريا. أول يوم الجمعيات النصب الدولية توقف تعطيهم مصاري رح يرجعوا على سوريا. وشوفي إنه أنا اشتغلت على ملف النازحين والجمعيات ورحنا فيه على القضاء، بيصروا عليهم ما تسجلوا أولادكم، وهيدي كانت أكبر مشكلة. بيصروا عليهم إنه ما ترجعوا، منساعدكم هون وهنيك ما منساعدكم. يعني وقت اللي بيجوا عند رب الأسرة يقولوا له هاي 400 دولار 500 دولار خليك بلبنان، ما رح يرجع على سوريا. بس وقت بتقول له ما بقى أعطيك رح يرجع على سوريا، وقت بتقول له يا خيي بعطيك نصهم ورجع على سوريا رح يرجع على سوريا. بس مسألة مركبة بين فساد وسياسة وكلهم على بعض. هيدا يا بتسكري عنه وبيرجع لوحده، يا اما مثل ما هلا ماشي البلد، يعني بكره اذا مشيت البطاقه التمويليه بالرغم انه مش مبينه انه جديه واعطيتيها بس للبناني وما اعطيتيها للسوري، ما بقى لوحده ما بقى في عيش، لانه حصير البنزين غالي والاكل غالي والشرب غالي، رح ينجبر يرجع على سوريا. النازحون الموجودون في لبنان مش لاسباب سياسيه، وراح اقول ليه. لانه النازح اللي اجى عنا اجى من ريف دمشق واجى من حمص أو من طرطوس اللي هني على حدودنا، ما أجا من إدلب، اللي بإدلب راح على تركيا، واللي بدرعا راح على الأردن، وهذا المنطق طبيعي، واللي بدير الزور راح على العراق. طيب نحن خلص ريف دمشق آمن، ومبارح شفتيهم بالانتخابات بالملايين، وحمص بالملايين. إذا ما في مبرر يبقوا. نحن بحاجة لأمرين، خطة نسكر هالجمعيات ونقول لهم روحوا ساعدوهم بسوريا، ومننسق مع الدولة السورية وبتشوفين عم يرجع. بدي ارجع لسالم زهران المحلل السياسي، من وين بتجيب معلوماتك؟ مصادر معلوماتك؟ لا، اليوم غير امبارح غير اول امبارح، وقت كان داعش والنصره والتكفيريين عم بفجروا ببيروت، انت كنت بحاجه لرجل امن يكون مصدر، وتحديدا بالجيش اللبناني لانه اكثر واحد شغال. مين كان مصدرك وقتها؟ كان
ما قال بتعرفي الصحفي ما له حق يسمي، بس كان ضابط كبير بالجيش اللبناني. طب بالملف السوري من وين وين مصادرك من سوريا؟ بسوريا يعني اللي بيعرفوا بالوضع بسوريا، سوريا فيها نسبة تحليل أكثر من نسبة معلومات، لأنه الدولة السورية هي إذا بدك بالمعلومة أصعب. وأنا ماني خب يعني ماني معلق عسكري، أو أنا معلق استراتيجي بحكي باستراتيجية. فيكون وزير الإعلام، فيكون ضابط كبير، فيكون وزير. أنا صاحبي مع نصف مجلس الوزراء بسوريا، مثل ما أنا صاحبي مع يعني نصف مجلس الوزراء. الناس دائما يعني كمان حسب الخبر، يعني شو هو الخبر بتدوري على المصدر. يعني بالانتخابات السورية ما تركت مقابلة هلا بهالمرة. إيه بس إذا بتنتبهي لهم هن مش متكلين على المعلومة قد ما هن متكلين على القراءة السياسية. علاقتك مع الفنانين شوي هيك لا هي يعني لا ما هي الناس ما بي يعني انه نوال الزغبي ما بيعرفوا الناس. انا بعرف الفنانين قبل السياسيين، انا بالاذاعه بس ما السياسه فرقت هالناس كلها عن بعضها، واحيانا انت على علاقه مع فنانين يمكن على خصومه سياسيه معهم. بحياتي الشخصيه اصدقائي هن من كل التيارات ومن كل الاجواء، وبفصل حياتي الشخصيه عن ابدا عن حياتي السياسيه. احنا بشر بالاخر، بالعكس انا بستمتع مع الناس اللي هن من الراي الاخر، وانا بستمتع اكثر بالجلسات اللي ما فيها نقاش سياسي. مين اكثر فنان قريب لقلبك او فنانه صديقة؟ نوال الزغبي، نوال اخت ونوال اخت رجال يعني. نوال ثائره على تويتر. هلا نوال عن جديد عم بتفوت اغمى، بس هي بالعاده بتتعاطى بالوطني بالعموم. نصحتها انه عم هلا جرأ نصحتها وقالت لي معك حق، بس اوقات بيطلع خلقي. وكل ما تتذكر قديش طير لها بالبنك مصاري بفهمها بفهمها. يعني قلت لها ما تعملي مثلا مثلا اليسا بتعطي رأيها بالسياسة. شوفي وائل كفوري ماشي برات السياسة، بيربح هالشيء او بخسر؟ اكيد بيربح، لانه بيربح. وانا نوال لان اختي نصحتها، قلت لها شو بدك بهالشغله، حتى معنى ما تعطي بنصيحتك تاخذها جمعة وترجع تنفعل. بترجع بتنفعل بس تتذكر المصريات، تتذكر المصريات ويطلع راغب. علامة بيعطي رأيه بالسياسة ويهاجم؟ لا راغب إن بالسياسة، يعني راغب أكثر من بس مرة بس يهاجم. راغب أكثر من مرة انطرح وزير بتتذكري، ومرات انطرح نايب، وراغب عنده مؤسسات ومدارس غير إنه بيغني، وبالتالي لا راغب إن باللعبة. هلا راغب شو بيقول، تلعب بالنار بتحرق صبيعك. هو أصابيعه بقلب النار صار معود. تنصحه يكمل؟ ما بقى فيك تنصحي، هو راح خلص يعني، هو بقلب اللعبه. فيك تنصحي يوصل لمنصب سياسي برايك؟ اليوم لا، اليوم ما عادش مغري النيابه والوزاره، اليوم بتزغرك العكس. مين السياسي الاقرب لقلب صديقك اللبناني؟ اوف على السؤال. هلا انا يعني شخصيا يعني انسانيا اميل لحود، اميل لحود ابن للرئيس. اميل لحود هو خيي مش صديقي. يعني هو اللي كل يوم لازم نحكي مع بعض، يعني كل يوم كل يوم كل يوم، وباليوم اوقات ثلاث اربع مرات. اميل رفيق واميل جدع. بسوريا مين صديقك سواء من الفنانين او من السياسيين؟ الفنانين محمد خيري ابو نصر صديق وخي ورفيق وحبيب، والسياسيين ليك على السؤال بدي جواب. انا والدكتور نزار اليازي اصحاب كثير، اللي كان وزير صحه وهيك، وفي علاقه خاصه بيننا. بس لا في كثار، بس الاقرب لقلبك نزار اقرب شيء. ما في مقابله بيطلع فيها سالم زهران ما بضيف شيء، ما بيعمل فرقعه او سكوب بالعالم العربي عم بيشوفونا كمان. وقفت قدامي كيكي خبرت قصتي مثل ما هي بدون رتوش، يعني ما ضل مطرح للسكوب الا اذا بتساليني سؤال محدد بجاوبك جواب محدد. ما بعرف وقت يعني اعطيني شيء عن سالم زهران بعيدا عن السياسه، بعيدا عن التحليل. بتحب الناس تعرفوا عنك وما بتعرفوا، ما قدرت بولا مقابله توصلوا. انا بعتقد اذا لو طفولتي كانت مسجله كل اللي بيكرهوني مش شرط يحبوني، بس كانوا رح يحترموا هذا الولد اللي كان عمره 11 سنة ويشتغل 12 ساعة ليقدر يتعلم وياكل هو وامه. هيدي الطفولة بحس انا لو انها مصورة حق يعني هيك مثل ما هي كانت فرجت حقيقة صورتي. انا مؤمن انه الإرادة والتصميم صح؟ حد ما يجيك حظ وتوفيق. هلا بتسميه دعاء الام، بتسميه ما بدك اياه، هولي مع بعضهم خلطه
يواصلوك. الله يوفقك. الله يحفظك. وانت كمان كتير. اخت وصديقة من الزمن الجميل. انا على عكس ما كل الناس بتفكر بتمنى يرجع فيه الزمن على الصف عم علم، كنت واحد من اشطر الاساتذه، وعلى السفير عم بكتب المقال، وعلى الاذاعه مخبى ورا الراديو. كنت محاور رائعه كل يوم حال. الصبح تعرفت قاعد عم بتروق، فوصل المخرج الكبير جواد الاسدي سلم علي وقلنا مش ملتقيين من ايام الاذاعه من 15 سنه. بالاول ما عرفته، بعتذر منه على الهواء، بعدين دغري عرفت، قلت يا ريتني بعدني ضيف وحاور جواد على الهواء. لا، الناس بيفكروا انه اللي نحن فيه شيء منيح، لا، اللي نحن فيه هو أسوأ شيء. ورابعه انت عشتيهم، او احيانا بتعملي موقف مش قصدك فيه شيء، بتتعرضي لتنمر ولتجريح، وهلا اولادنا صاروا كبار وبفوتوا يقروا. زمن السوشيال يعني ميديا القاسي للاسف، وفتح الباب للناس من هب ودب. بس دائما الرب بيشوف القلب، ما بيسمع بس الصوت واللسان. لهيك بعتقد عم بتوفى، لانه اللي موجود بالسما بيعرف شو في جواتي. الله يوفقك. ميرسي إليك وميرسي لهالمحطه. شكرا. وانا فخور اني معك رابعه، وفخور اني برنا. شرف هالمحطه لألي. هيك اللي عامله تركيبه بتشبهني، عامله فرق تركيبه بتشبهني اللبنانيه السوريه. انا وطفله تاثرت كثير بفيلم داوود على الحدود لدوريد لحام. بحس حالي مثل داوود علقان بها 12 كيلومتر اللي بالنص بين لبنان وسوريا. استاذنا وحبيبنا. ميرسي لديانا لنضال هالعين الحلوه، وان شاء الله نكون خبرنا قصتنا. كثير حلو اللي حكيته. جربت اتعرف وعرفكن على شخصيه جديده من سالم زهران اللي بتعرفوه، ما بعرف اذا نجحت. بلحظة ممكن تتغير كل حياتك ويتبدل مصيرك. سامعين بلحظة التخلي؟ خلونا نسمع. أهلا وسهلا. أهلين. بعلي هرموش. أهلين. كان عمرك 21 سنة، كنت طالب سنة تانية هندسة مدنية بجامعة البلمند، شاب عايش حياته مرتاح بالطول وبالعرض، وإذ بلحظة بتتغير كل حياته. شو صار معك علي؟ ب 16/11/2011 الساعة 4:30 العصر، 4:35 دقيقة، راجع من المصنع، وكان بأثناء في مشاكل تنذكر وما تنعاد بين اخواتنا بالتبانة وبجبل محسن، فكنا مضطرين نكون معنا سلاح كرمال عمليات السلب وهيك. طالع من المصنع، مصنعنا بالتبانة، واز وصلت على بيتي بيعترض لي طريقي أخي وصديق عمري عبد الحميد هرموش على مدخل بيتنا، يعني ببادر بالهجوم، بيقطع لي السيارة ويبلش. كان أسرع مني. ببلش شو؟ مشاكل. ضرب. أكيد ضرب. انا كنت سايق تقريبا هيك سلاح ومن هون عبد الحميد الله يرحمه هون، فانا سحبت سلاح الله يرحمه كان واقف، فما شاء الله كان هو الله يرحمه طويل، فبيلقط سلاح، فصرنا نشد بعضنا بسلاح، وطلعت انا اللي قادر اسحبه للسلاح، فسحبت سلاح هيك. ماشي؟ ضرب لي قوة. يعني كله بيروح وكله بيجي بس الضرب لي قوة. يعني الأقاويل تتعدد. ضرب مرق من هون. ضرب مرق من هون هيك فيني أنا. فات بي الله يرحمه من هون. طلع من هون. طلع الضرب. لا طلع الضرب. طلع الضرب من السلاح. مين كبس على؟ على مين يعني؟ كنت حامل سلاح، كبست سلاح بايده بايده، بس كرمال توضح القصه للمشاهد، انت كان معك سلاح الله يرحمه عبد الحميد هرموش ما كان معه سلاح، بسلاحك
انقتل عبد الحميد هرموش. السؤال هو هلا اللي بدي ارجع انا لاصل القصه، ليش اعترض طريقك وليه صار في مشكل بيناتكم؟ عشو كان المشكل؟ هو المشكل بدك ترجعي تقريبا اربع ايام لورا. مشكل بينه وبين المرحوم كان كرمال بنت. بنت؟ نعم. هي مثل بيقولوا القشره التي قصمت زهر البعير. البنت اخر شيء. تخانقتوا على ذات البنت؟ تخانقنا على ذات البنت، نعم. مش لانه بتحبوها، بس لانه بتكون كنا اولاد، ما بنفهم شيء اسمه حب. ما بنفهم شيء اسمه حب، كنا اولاد. كانت يعني بقول لك عشرينات، ما كنا هالواعيين. وقتها تحديته بدك تحب البنت اللي هو بحبها او بدك؟ كان التحدي بيناتنا مين اللي بيكسب قلب البنت يعني. وانا كنت اللي بيقولوا الربحان. فهو شافني باثناء عم بحكي انا وياها، فانا بيرم ظهري، عبد الحميد بيدعسني بالسياره، دعسني بالسياره، فكمان متعرق بالايادي. واخر شيء بيجي شخص كبير بالعمر بيردنا عن بعضنا، فانا بلط حجر برميه على سيارته، هو بيتوجه بطريقه على بيت عائلته الكبيرة، يعني مش عائلته الصغيرة، وبيتم نقله على المستشفى. الله يرحمه نزل ضغطه أو لعب ضغطه، في شيء بالضغط، فبيضل هيدي الفترة 3-4 أيام بالمستشفى. تستاهل بنت أنكم تتخانقوا عليها وتوصل لدرجة أنه تقتل صديقك؟ ما حدا في شيء بالدنيا بيستاهل أنه شخص يموت وشخص يفوت 10 سنين على الحبس. انت فتت 10 سنين؟ انا فتت 10 سنين على الحبس. انا انحكمت 12 سنه. يعني فعليات 9 شهور. وين كنت؟ 9 سنين. كنت باي حبس؟ بسجن القبه. انا قعدت 8 سنين و7 اشهر بسجن القبه، لحد ما حد اعطاني ولي امره، يعني ولي الدم. ابوه المرحوم اعطاني سطحه، وكان سلوكي جيد بالسجن، طلعوني قبل بأربعة شهور وكم يوم. قبل ما أوصل لخروجك من السجن، 8 سنين وكم شهر؟ 8 سنين وست شهور. ست شهور، شاب عمره 21 سنة، بعده أحلامه، طموحاته، الدنيا كلها، يعني قتل إنسان بالغلط، مش بالغلط، فور الطبع، مش هون المشكلة، بس أنا سميتها لحظة تخلي. وهو ينحبس، كيف كانت حياتك بالسجن؟ حياتي داخل السجن ست رابعة، من شخص عمره 21 سنة، أنا كنت تلميذ جامعة، لشخص يتحول من هيدا الشيء لسجن. السجن همه أيمتى بده يطلع يسوق سيارة. لمجرم بنظر المجتمع. بنظر المجتمع بنظر المجتمع، المجتمع بينوم كثير، والمجتمع دائما يعني ما بدي احكي، بس انه دائما يعني هو كان عدو للذئب. المجتمع ما بيرحم. شو ابشع شيء شفته بالسجن؟ رابع حقلك ابسط شيء، مش حقلك ابشع شيء. انا مثلا كنت قاعد انا ورفيقي بالجامعه نتباهى بين بعضنا مين جاب سيارته، مين سيارته احلى. بالسجن شو كان؟ بالسجن بيتباهى بيقول لك فتت سرقت بيت من دون ما حدا يحس علي. بيقول لك انا فتت مثلا شلت جزام مره انا وسيق وما خليتها تتحرك. هيدا الشيء بيتباهى جوا بالسجن. بيقول لك انا تعاطيت مثلا الماده كذا بدوزاج كذا. هيدا الشيء اللي انه الفخر، المدعاة للفخر. بس برا مثلا بيقول لك والله انا اخذ 16 كريدت بسمستر واحد. بس بالسجن كمان في سجين بسمنه وسجين بزيت، انت كنت يعني سجين مدلل كونك ابن عائله مرتاحه. ما خص، انا كنت مرتاح لانه كانت الناس بتحبني. انا هلا مثلا بتفتحي الاكونت تاعي على الفيسبوك، انت كنت رئيس السجناء بمطرح ما. صح صح. شو يعني رئيس السجناء؟ وليه؟ ليش رئيس السجناء؟ ايه؟ ليش انا يعني رئيس السجناء؟ ايه؟ وشو يعني؟ شو بيعمل رئيس السجناء؟ رئيس السجناء اول شيء
ما عنده هالامتيازات. رئيس السجن هو اللي انه هي سجن مؤلف من 16 غرفة. 16 غرفة، في كل غرفة عليها شبيش. هو باللي اللينك الوصل بين 16 شويش وامر السجن. هو مثلا يعني بده يفوت، مثلا صار في اي خلاف، هو مثلا يقول للفلان وقف، لفلان وقف، وتفضلوا اثنين تكون لنصالح. هيدا الشيء اللي بده يكون يعني مثلا عطى وعد للضابط انه المشكله انحل، يكون هو قد الوعد اللي عطاه، وعطى وعد للخلاف الشخصين انه الموضوع خلص انحل، ما بقى في شيء نهائيا. السجن في مخدرات، في شذوذ، هيك بنسمع، هل هالشيء صحيح؟ ما قد ما بتسمعي، لا بس موجود؟ شو الشذوذ الجنسي، المخدرات؟ لا لا، هيدا شيء، هيدا الشيء حكي، ما في شذوذ. مخدرات، مخدرات انه كان يتلاقى، بس لما انا كنت بالسجن انمنع نهائيا تفويت الاكل، وصار بالسجون التاديبيه، بالسجون المركزيه ممنوع يدخل اكل على السجن، وهذا الشيء يعني منعه تقريبا بنسبه 95% المخدرات. كان معك تليفون بالسجن؟ السجين بيكون معه تليفون وانترنت؟ لا، تليفون كان معي تليفون، كان معي تليفون بالسجن. كل المساجين هيك ولا بس علي هرموش؟ لا بس علي هرموش. لا ليل ليل، لا مش علي هرموش. اصحاب الامتيازات بالسجن شو يعني؟ مش هالقد يعني التليفون انه بينشرها. معاقبة السجين اللي ارتكب جريمة انه ما يتواصل مع العالم الخارجي. شو كانت نظرتك لحالك لما كنت بالسجن علي؟ اتضايق كثير كثير، انه انا مثلا يعني انا سوري مثلا مش الخلاف عائلي، واكيد بتعرفي وكل الناس بتعرف انه في بالعائله بالعشيره في راس هو اللي قادر، انه مثل ما انا كنت عم اقول لك انه انا قادر اقول لهم بس حل المشكل. اكيد في بعائلتي شخص مثلا الشيخ براء هرموش هو اللي لازم كان يحل هالمواضيع، هو مثل حل اول مره، حل اول مره. ثاني مره، اول مره باسقاط الحق براء هرموش جمع الطرفين قعدهم مع بعضهم وحل الموضوع كلياته. ثاني مره ما بعرف، الطرفين اللي هن بيك وبي المرحوم. نعم. ثاني مره ما حدا تحرك. هلا الوضع شو؟ قال لك انا شو عملت؟ انا دغري مسكت التليفون طلعت لايف. انا نشدت جميع الناس على الفيسبوك ووصل المسامع عند الدنيا كلها، يعني الناس كلها شافته والناس كلها سمعته. اخذ ترددات ايجابيه من كثير ناس. شو تسامحت؟ لا مش هن، يعني مثلا من رؤساء بلديات، من قادة امنيه. شو ناشدت؟ شو بدك علي؟ ناشدت انه ارجع اعيش، بس انه انا علي هرموش 21 سنه كنت ولد، غلطت غلطه صغيره كلفتني 10 سنين من حياتي، بليز بكفي. لحظه علي هون ما بقدر انا ما وقف. انت ما غلطت غلطة صغيرة، انت غلطت غلطة كبيرة، قتلت روح. صح. انت قتلت، حرمت انسان من الحياة. صح. فانت عم بتطالب انك تعيش حياتك، قبل ما تطالب تعيش حياتك انا بدي اتسامح، انا بدي اتلي فعل الندامة على ما فعلت، وبرجع بعدين بقدر كفي حياتي. سوري انا ست رابع، انا من اول ما فتت وانا عم بطلب السماح، انا وعائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وعائلتي الأكبر، يعني بيت حسين، بيت غالية الدرية، نحن عم نطلب كلياتنا الصلح، نحن كلياتنا مدمنين، ونحن كل أكيد ما حدا بيقدر مينك إنه يقول إنه هو من ندمان. أنت بتفهم عائلة عبد الحميد أكيد إنه هدول خسروا ضناهم ابنهم. صح. ما عم يقدروا يسامحوا هن لليوم. شو وين صرتوا انتوا اليوم؟ ما عم يقدروا يسامحوك؟ لا سامحوني، اعطوني صفحه. اوكي، شو المشكل لكان؟ المشكل كان انه يتفقوا مع براء
والوالد انه علي بيظهر من السجن وبيظهر برات لبنان. ظهرت برا لبنان؟ لا، ما في كورونا. يعني هن شرطهم انه ما يشوفوك؟ نعم. ما يلتقوا فيك؟ نعم. شو عملت هون؟ ظهرت من السجن وقعدت ببيروت. شو رجعك؟ شو اللي رجعني على بيروت؟ على طرابلس؟ اللي رجعني انه انفجار ارباب. ارباب. تفجر البيت، تكسر. فلبين ما اجت الورشه تزبط البيت وهيك، رحت نمت بطرابلس على التل. مين شفت بطرابلس؟ ابوه للمرحوم. ابوه للمرحوم، كيف كانت ردة فعله؟ اكيد ما حدا بينحسد على ردة فعله. شو عمل لما شافك؟ حكي ما حكي؟ لا والله قدر سيطر على غضبه. انت حكيت؟ لا اكيد، انا حطيت راسي بالارض. ورجعت ولعت القصة من اول وجديد صح؟ رجعت ولعت. نعم. انت اليوم ليلى، من خلال شو القصة شو بدك تقول؟ شو بدك تقول لعائلة عبد الحميد هرموش؟ انا بتوجه لك يا حاج علي، أنا غلطت ب 16/11/2011، غلطت ودفعت ثمن غلطتي اللي هي 5 ثواني، 9 سنين من حياتي، 9 سنين بزهرة شبابي راحت. أنا بطلب منك إنه لو سمحت، أنا بعرفك إنه أنت قدها، لأنه المسامحة للرجال والعفو من شيم الرجال. سامحني وعفي عني، انت الوحيد اللي قادر تسامحني وترجع تسمح لي اني اعيش وحدك. مو المعروف بس. علي، انت وعم تتلي او عم طال عم تناشد والد المرحوم، انت ندمان فعلا؟ معقول ما كنت ندمان؟ معقول انا واقف قدام الملايين ليشوفوا صورتي وعم بعتذر؟ معقول كرمال شو؟ بس قولي لي انا شو هو الشيء اللي انا لحتى هيك واقف قدام كل شيء في عالم عم تشوف؟ ست ربيع، انا قصتي وحياة الله، احنا عندنا هلا بطرابلس تقريبا 100 متر في اكثر من 10 قهاوي. هدول علت وعجن وقلت له وقال له وقلت له وقال له، هدول هن اللي مولعين الدنيا. صدق يقول لك قدام الملايين حج علي، في ناس علي ما بدها يصير الصلاة. اكيد اكيد ما بدها. في ناس بتتضايق من نجاحك، في ناس ما انه هي بتغار، هي بتتمنى انه انت كمان انه انت تنزلي لقعر الارض معها. لو محل بيو لعبد الحميد كنت بتسامح لقتلك ابنك؟ أنا هلأ مستعد أطلع أنا وياكي على قبر المرحوم. نعم. بطلع أنا وياكي ماسك كفني بإيدي. نعم. لعند الحاج علي بس، عند الحاج علي عبد الحميد هرموش بس. بكفني بإيدي بطلع لعنده، بوصل على قبري، على قبر عبد الحميد الله يرحمه، بحط راسي هيك ويشهد الله على ما أقول إنه إذا هو ذبحني أنا مسامح. أنا عم بطلتكي لايف هلأ، أنا عم لك أنا مسامح بدمي يا حج علي. والدته مسامحتك؟ والدته صدقا أنا ما بعرف عنها شيء، يعني ما يعني من زمان أنا ما بعرف عنها شيء، وما في شيء يعني بال من كل شيء صار معك بهالعمر، من يعني تجربة قاسية كبيرة سيئة بس بتعلم كثير. شو تعلمت؟ غلط غلطة كبيرة كثير، ب5 ثواني قلبت حياتي فوقاني تحتاني. شو بتقول لروح عبد الحميد اللي وعبد الحميد اللي خسر حياته؟ أنا بقول للمرحوم عبد الحميد إنه يسامحني، بكفي كل هالقد، بكفي كل هالقد اللي صار. لا أنا بدي ورط ولادي الطار، لا هن بدهم يوقف، بدهم يورطوا حدا الطار. خلينا نصطلح،
الصلح صيد الموقف، وان شاء الله كله بيكون لحسنات عبد الحميد اللي انا بعترف انه انا كنت سبب انه خسر حياته. اكيد. علي هرموش شكرا كثير لك، ان شاء الله يصلح الاحوال والله يسامحك، ويا رب يعني اهله لعبد الحميد توصل انت وياهم لبر امان ويسامحوك. شكرا كثير لك. شكرا انك اعطيتيني المساحه اني احكي وعبر، وان شاء الله بتوصل لمسامع الكل، ان شاء الله لرجال الصلح للدنيا كلياتها. ان شاء الله. شكرا كثير. بهالحياة كلنا بنغلط، طبعا في اخطاء كبيرة واخطاء صغيرة. علي هرموش طلب فرصة تانية على الملأ ومن خلال برنامج شو القصة. هل من اذان تسمع وتلبي نداء علي بالتسامح؟ مسلسل عمل ضجة كبيرة قبل عرضه وبعد عرضه، هل كانت الضجة الإيجابية قبل العرض بتوازي ردود الفعل بعد العرض؟ وهل صحيح أنه مسلسل الكندوش خيب أمال المشاهدين؟ الجواب عند منتج مسلسل الكندوش أستاذ جود برغلي. مرحبا. مرحبا، شو قصة الكندوش؟ عاملين ضجة قبل العرض وبعد العرض. الحمد لله، هذا شيء يعني يمكن يكون منيح، توفيق من رب العالمين ان شاء الله. طبعا قبل العرض كان في حمله دعائيه كثير كبيره وتوقعات ومواكبه اعلاميه وصحفيه ومؤتمر صحفي ضج فيه الدنيا. بعد العرض كان في، ما بدي اقول نوعا ما في خيبه امل من بعض المشاهدين. سمعت هيك رأي؟ أكيد سمعنا كمان رأي معاكس لهذا الموضوع. شو المشكلة الحقيقية بالكندوش اللي خلت بعض الناس يخيب أملها وتنتقد النص الإخراج؟ طبعا ما بدي أقرب على الكاستينج لأنه أهم ممثلي سوريا شاركوا بالعمل. أول شيء الدراما هي أذواق بالنهاية، يعني إدراك الناس غاية، عفوا إرضاء الناس غاية لا تدرك، فمن الصعب كثير انه انت ترضي جميع انواع الاذواق بالوطن العربي او خلينا نقول العالم كامل. نعم. هلا انا ما فيني احكي عن منتج انا مأنجه، لانه انا مأنجه للجمهور، هن يعطوني رايهم فيه، بس انا حاحكي عن رايي الشخصي. تفضل. كرايي شخصي بتجرب. هلا احنا ما فينا نقول انه هي فيها المشكله الكبيره اللي بصراحه تهولت وشوي هيك صارت الناس يعني فيني نقول تضخمها. في مشكلة موجودة أكيد، أنا لمستها كشخص، هي يمكن بطء شوي بالأحداث، كان في شوية برود خلينا نقول ببعض الأماكن، بس يعني الناس بظن ببدايات الأمر حكمت كتير بسرعة هذا الموضوع. أستاذ جود، قلت لي أنه في مشكلة حقيقية بتسلسل الأحداث، هل المشكلة بالنص اللي كتبه أستاذ حسام تحسين بيك؟ لا، نحن لحقلك الصراحة في حال وجود المشكلة فنحن نتحملها كلنا كفريق، لأنه بالنهاية نحن أنتجنا الكندوش، أنتجنا كلنا كفريق، ما فينا نلوم بعض وما فينا نحط الأغلاط إن وجدت على بعض، فلا اللوم بيتحمله الفريق كامل إن وجد الغلط. طب وين الغلط؟ حط يعني كمنتج حط الأصبع على جرح الأخطاء ولو كانت جماعية يعني، بس خلينا نعددها لأنه دائما لما نعمل نقد ذاتي بعض. نحن كشركة إنتاج الأغلاط نحن لمسناها خلينا نقول، ولكن نحن عم نتعلم منها بسبب نحن تجربتنا الأولى كانت ممكن منها، هو خلينا نقول شدودة بعض الأراني بالنص، طبعا مع احترامنا للكاتب بدون نقد لأي شيء له، كان في بعض الأراني خلينا نقول اللي كان فيها شوية بطء بالأحداث. كشركة إنتاج نحن كمان كان في عنا بعض الأغلاط يمكن بتأمين بعض المعدات خلينا نقول، وككاست الإخراج أكيد بالنهاية ما في إنسان كامل، كلاتنا بنغلط، ويمكن ككاست الإخراج كان في عنا بعض الأغلاط ببعض الأراني البسيطة جدا بتسريع
عجلة الأحداث بالعمل. هل بفهم استاذ جود من كلامك انه كانك عم تطلب من المشاهد او من الناقد انه هيدي اول تجربه لنا، فاعطونا فرصه ثانيه لانه اكيد حنتلافى الاخطاء فيما بعد بالسنوات او بالاعمال اللي جايه؟ هلا ليكي مدام رابعة، هلك هلا انا يوم بطلب هيك شغله انا بكون يا اما فشلت يا اما انا مذنب. هلا نحن الحمد لله لا فشلنا ولا اذنبنا، نحن اليوم العمل في شريحه من الناس ما عجبها حنبلش نحكي عنها، وفي شريحه من الناس عجبها، فنحن ما فينا نحن دائما نحكي انه العمل هو فاشل او الناس ما عجبها ببعض الاراء. انا اللي بطلبه من الجمهور هو عدم سرعه الحكم، انه نحن لاحظنا باول فتره من رمضان الناس كلها نفذت العمل من اول حلقه، هذا شيء ما انه منطقي. العمل ليه برايك 300 دقيقه انا عم بحكم عليه من اول 37 دقيقه، بس ليه برايك يعني انه هو نقد غير صحيح؟ ليه برايك يعني ما تتحرف عن ثاني، انا لامس البطء للناس لمسته نوعا ما ولكن مو بالحجم اللي انحكى عنه. مخرج شارع شيكاغو محمد عبد العزيز قال انه المسلسل ممل وركيك. هلا اول شيء نوجه له تحيه للاستاذ محمد، هو مخرج كبير واكيد بيعرف عن تجربته وتاريخه انه ما فيه يحكم على عمل من اول حلقه. هلا وقت بصير هيك موقف انا برايي الشخصي بدون التحيز لاي طرف بشوف انه هو عنده شويه بصنع عداوات شخصيه او تصفيه حسابات مع اكس واي وزد انا ما بعرفهم، بتوقع هو هذا السبب. ولانه انت اليوم او اي حدا ناقد درامي او بيشتغل بالدراما او هو مخرج درامي او سينمائي بيقول لك مستحيل انا احسن انقد عمل قول عنه ركيك وممل من اول 37 دقيقه. هل في جزء ثاني من الكندوش؟ اكيد. والاخطاء اللي ذكرتها رح تجربوا تتلافوها؟ اكيد طبعا عم نحاول نتدارك قدر الامكان، اغلاط خلينا نقول صغيره وبسيطه ما في شيء جوهري. نعم. كبير. بس بالنهايه برجع بقول لك قد ما حسنا نتداركها بالنهايه الحكم للجمهور، مو نحن اللي بنحكم، انا عم اقدم منتج للجمهور ولا انا احكم عليه. الفنان ايمن رضا مدير الشركه، هل راح يكون ايضا مدير الشركه بالجزء الثاني؟ اكيد الفنان الاستاذ ايمن رضا حيضل موجود معنا بالشركه وعم يزاول مهمته كمدير تنفيذي بالعمل، ونحن اساسا هلا نحقق تنفيذ الجزء الثاني، هو عم يدير تنفيذيا انجاز الجزء الثاني. شو صحة الشائعات اللي عم تتداول انه تم الاستغناء عن استاذ ايمن رضا واستبداله بالفنان ايمن زيدان؟ لا هو غلط هذا الحديث. اول شيء احنا اكيد متشرف بالاستاذ ايمن زيدان بوجوده معنا بالشركة في حال هذا الحكي كان صحيح، بس ولكن هو غلط. لا الاستاذ ايمن رضا موجود وما زلنا ماشي مثل ما قلت لك تنفيذ جزء ثاني. صار اي خلاف بالكواليس؟ اكيد بكل مكان عمل بصير خلافات وبصير مشاكل، بس بالنهايه احنا اكيد تخطيناها كفريق كامل. مع هيدا التوضيح حول مسلسل الكندوش لاثار الجدل، بدي اشكر كثير استاذ جود برغلي، وطبعا الحكم لكم دائما بشو القصه من صلة الضوء على كل شيء عم يثير الجدل والتساؤلات. هيدا كان رايه ودائما الحكم لكم. سلامات.